أنا أغرف من الثقافة واختار كل يوم من نوادر الكتب الموجودة والمعروضة. المعارف تتجدد تقريباً 10 أضعاف كل سنة. القراءة والكتابة هي اللي بتمشي عليها الحياة كلها بعدين. الكتاب يعطيك فرصة إنك تكون بعدة أماكن وتشوف عدة شخصيات وتشوف ثقافات كثيرة. بالنسبة لي الكتب هي الحياة. بشكل أسبوعي كتاب أو نص كتاب لازم أكون مخلص. أنا يمكن الحاجتين اللي بقرأ عنها اللي هي الشعر العربي وكذلك كتب العلمية. كتب الفلسفة، أدب السجون والسيرة الذاتية. أحب زي الأدب واللغات الصينية والكورية واليابانية. أحب الكتب العسكرية، أحب الكتب الاستراتيجية، أحب الكتب اللي تتكلم عن المستقبليات. القراءة هي عالم، فأنت شوف إيش العالم اللي أنت تحبه. هذه الفترة لازم تقرين عشان تثقفين، لأنه النطاق المحدود صار تسلية. لما ما تقرين ترى ما تقدرين تعيشين. أنا من حبي للكتاب إني لا أنام حتى أقرأ، حتى الكتاب هو اللي ينومني بصراحة يعني.